على جميع الحضور. للأسف الوقت الحلو بيعدي بسرعة، قضينا مع بعض 7 أيام أنا عن نفسي استمتعت بيهم جدا. في اللحظة دي عندنا مجموعة مشاعر، أولها إن إحنا سعداء جدا بالبطولة دي، وتانيها إن إحنا زعلانين إن البطولة خلاص خلصت، وآخرها إن إحنا مستنيين إمتى هنتجمع هنا تاني. بعد انتهاء البطولة دي نقدر نقول إن رياضة الباراموتر أصبحت انطلاقة لنجاح ناس كتير. شفنا شركة زي سكاي سبورتس قدرت تحط اسمها على ساحة الشركات المنظمة للبطولات العالمية في الرياضات الجوية. شفنا نادي طيران المصري وتشجيعه للشباب وثقته وإيمانه بدوره في المرحلة دي، وشفنا كمان جهات حكومية بتساند فكرة جديدة وبتوفر لها كل التسهيلات، وشفنا محافظة جميلة اللي يزورها مرة لازم هيرجع مرة تانية. شهدت البطولة 3 مهمات للطيارين، الأولى البولينج، الثانية السلالوم، والثالثة السواب. اتنافس 37 طيار في اليوم الأول في البطولة، وفي اليوم الأخير وصلوا ل12، وبعدين أصبحوا 8، وبعدين 6، بعد كده 4، وأخيرا آخر 2 تنافسوا على اللقب. أهم النقاط اللي عجبت الطيارين في البطولة دي هي استقرار الجو، التنظيم، وأهم نقطة هي اقتراب نقطة ومكان البطولة من مكان إقامتهم، وكمان من مكان الهبوط والإقلاع. بالرغم من رضاهم الكامل عن البطولة، إلا أن سكاي سبورتس بتوعدهم بالعمل أكتر على راحتهم في البطولات القادمة. ودلوقتي مع التكريمات And now with the honors، محافظة الفيوم يمثلها العقيد حسن صفوت رئيس مدينة يوسف الصديق. وزارة الطيران يمثلها المهندس طارق محسن. وزارة البيئة يمثلها مهندس علي نبوي. قناة On Sport يمثلها الأستاذ كريم حسن رئيس التحرير. التكريمات حابين نشكر كل اللي بذلوا مجهود علشان الايفنت يخلص بالشكل الرائع ده. Please a round of applause to all these people who have spent so much time to see this event looks that amazing. Thank you guys. حفلة تسليم الجوائز and now the awards ceremony. البداية مع المنتخبات، ويسلم الجوائز كابتن طيار محمد زمزم. سبين، سيلفر ميدال goes to Czech Republic. Goes to France. جوائز هي للسيدات فردي. In the third place with bronze medal, Karen Skinner. المركز الثاني بالميدالية الفضية أوريليا هولي. Matthias.
ladies, congratulations. آخر فئة لتسليم الجوائز هي فردي رجال. في المركز الثالث من ميدالية البرونزية نيكولاس ألبرت. يسلم الجوائز كابتن أسامة فؤاد. في المركز الثاني من فرنسا جيرمي بينون. In the second place from France جيرمي بينون. في المركز الأول من فرنسا أليكس ماتيوس. World Paramotor Slalom Challenge, World Paramotor Slalom Challenge Champion this year is from France. He is Alex Matthews. Show me to I play. لو سمحتوا